بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور أديبة بنت رسلان وأنا من مجموعة 12. طيب، وفي هذا اليوم أريد أن تبحث عن الموضوع مفاهيم فكرية بعد الصفية عن الذات. ما هي الذات؟ الذات تشترك بعدد الطرقات وهو القلب، الروح، العقل، ثم النفس. ما هو القلب؟ القلب هو أهم في ذات الإنسان لأن فيها يوجد أكثر الحكمة الروحية. وثانيا العقل. العقل هو الذي يعطي الله على الإنسان لتفكر كل مسألة وكل مشكلة. وثالثا الروح. الروح هو يوجد العلاقة بين الإنسان مع ربهم. وأخيرا النفس. النفس هو أكثر المستوى الصحتي. هيا معنا تعلم عن الذات على وضع. شكرا. اسمي أبي زعترة بنت نوردين، رقم المصفوفة هو 11 8 0 1 3 4. طيب، ما هو العقل؟ العقل هو علم بصفات الأشياء وفهمها. وعقل الشيء أمسكه وعقل البعير شده إلى ذراعه، والعقل يعطي المعاني المختلفة. والمتعلق بغرض الصوفية هو معنيان، أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم. يكون هو القلب، يعني تلك اللطيفة تعلم أن كل عالم كله في نفسه، وجود من أصل القلم بنفسه. والعلم صفة حالة فيه، والصفات غير الموصوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي بوتي نوباكيس بنتي شهرون، رقم تسجيل 11 8 0 1 4 9. في هذه اليوم ستتعلم عن موضوع الروح. ما مقصود الروح؟ مقصود الروح في لورة إحياء من الموت. فقد قال بعض أهل العلم الروح جسم لطيف أجرى الذي العادة بأن يهلك الحياة في بدن مع ذلك الجسم. الروح بمعنى الحياة التي يكون بها قوم الكائنات. ومنه قول تعالى في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل روحي من أمر ربي ما أوتيتم من علم إلا قليلا. فسر الروح في الآيات هنا على أنه العنصر المركب في حلق الذي يحيا به الإنسان. وآخيرا فقد أطلق كلمة روح في القرآن على عدة أشياء، كل منها يبعث نوعا من الأنواع الحياة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور سليلة بنت ممعون، رقم تسجيل 11 8 0 1 2 8. في هذا اليوم سأتكلم عن الموضوع مفهوم القلب. أولا، القلب في اللغة محض الشيء وحقيقة. وفي الاصطلاح ينقسم القلب إلى قسمين، وهي اللحم الصنوبري الشكل الموضع في الجانب الأصغر من الصدر. ثم الثاني هو اللطيفة. لطيفة بمعنى حقيقة الإنسان، واللطيفة ربانية روحية لها تعلق بهذا القلب في جسماني. وبعد ذلك وذكر القلب في القرآن كثيرا جدا، كما قاله تعالى القلب منه السليم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي الدنس والشق. وأخيرا القلب هو أهم عنصر في جسماني. إن القلب هو الذي يحدد اتجاه الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد رضا بن سعد، رقم التسجيل 11 8 0 1 0 9. أولا، في هذا اليوم سأتكلم عن الموضوع النفس، وهذا تحت الموضوع مفاهيم فكرية عند الصوفية. أولا، معنى النفس في اللغة هي شيء وحقيقته، ثم أنه يراد المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع مع الصفة المذمومة
من الإنسان، وبعده هي الإنسان بالحقيقة، وهي النفس الإنسان وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها. بعض الصوفية يعتبر النفس هي الروح بعد محالطتها الجسد، فمحالطة الروح للجسد تأثير في السلوك الإنسان سواء في الخير أو شر. أولا، النفس المطمئنة. إذا سكنت تحت الأمر وزيلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوة سميت النفس المطمئنة. ثانيا، النفس اللوامة. إذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة، صدق الله العظيم. ثالثا، النفس الأمارة. هذه النفس الشهوة هي التي تدفع الناس إلى الجريمة. الناس الذين لديهم هذه النفس سيشعروا بالفرح على خطائهم. وهذا فقط مني، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رشيدة بهريم، أنا أريد أن نشرح الختيمة الباب الأخلاق والتصوف. وجود الأربعة، بعض المفاهيم الصوفية. الأول هو النفس، الثاني القلب، والثالثة هو الروح والعقل. ختمة. الروح هو سر الله الذي ينكل إلى النفس، الروح أو الجسد. هذه الروح تترك على نفسها اسمها البشرة التي تعرف عن النفس والكل والفيزياء الإلهي. تصير سلة شفوت التفسير من القيامة، التنافس المصاهي وتركيز النشوات أو حواء. الحواء يأتي من اللغة العربية المذكورة في القرآن، وإنها النفس عن الحواء، وضبط نفسه لجسده من رغبة. العلاقة بين العقل والقلب والنفس. موضوع العقل هذا مرتبة بالعليم القلب من ناحية، وعالم النفس من ناحية الأخرى. إن القلب عندما يكون ضعيفا أمام القوة النفس إمارة بالسوء فإنه يستسلم الغابتها وأهواءها مخلفة لشرع الله. وكلما قوي القلب بدأ يستعصي على هذه الرغبات، ولكنه يبقي ضعيفا أمام بعضها الأخر، فمع كراهيته للمعصية نجد ما غلوي على أمره أحيانا أمام الحواء نفسه الإمارة. وهكذا نجد الناس أنواعا تتدرج القوة ضابطهم لأنفسهم من الصغير إلى المئة بالمئة على حسب كمالهم. الضابط الكامل هو العقل الشرع الكامل. العلاقة العقل الروح النفس القلب، القلب الذي يحدد شخصيتنا كلها إذا كانت نظيفة ثم تنظيف الأخلاق. رمضان كريم، مرحبا يا رمضان. قيم في رمضان قلبية. من الممارسات المطلوبة خلال شهر رمضان إقامة الليالي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل من يجلب رمضان بالإيمان والأمل يغفر له ذنوبه السابقة. متفق عليه. يقول الإمام النووي أن الغرض من إقامة رمضان هو صلاة التراويح، كما أنها العبادة الحصرية لهذا الشهر فقط. لا يجب المبالغة في فوائد الصلاة لجسم الإنسان. ومن أبرزها كلمات الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم. يقول الإمام السعدي: أن يصلي في وئام التام، فإن حالته وإخلاصه يتألق ويصبح نقيا وزاد إيمانه ورغبته في الخير وضعفه أو فقدا الرغبة في الشر. لذا فإن الحفاظ على صلوات ومضاعفتها بهذا الطريقة يمكن أو يمنع الأشياء غير أخلاقية والضارة. هذه هي المقاصد والنتيجة الأعظم. هذا فقط منا.